من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم، هذا حديث عظيم، أن من كانت عنده هذه الأمور الأربعة آمنا في سربه، يعني في مسكنه ومنزله ومن حوله، الصفة الثانية أو النعمة الثانية معافا في بدنه من الآفات والأمراض المقلقة والمزعجة، هذا تمت عليه النعمة، آمن في سربه لا يخاف من الأعداء، آمنا في سربه معافا في بدنه من الأمراض المقلقة والمزعجة، عنده قوت يومه، عنده غداؤه أو عشاؤه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، لأنه اجتمعت له النعم والمتطلبات وتمكن من الانتفاع بها، فهذه نعمة عظيمة تكاملت في حقه النعمة، وهذه كلها والحمد لله الآن متوفرة لنا، فعلينا أن نشكر الله عز وجل بأن نستعمل هذه النعم في طاعة الله، ولا نبطر نعمة الله أو نتكبر أو نستعمل هذه النعم في معصية الله وفي الإسراف والتبذير والبذخ وغير ذلك. آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، لأن الإنسان لا يدري هل يعيش بعد يومه هذا أو لا، لكن عنده ما يؤمن يومه الذي هو فيه، واليوم الثاني والثالث يأتي الله بأرزاقها، ولا ينسى عباده سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فهذه النعم متوفرة عندنا الآن، عندنا الأمن ولله الحمد، وعندنا الرزق متوفر، عندنا أيضا العافية في الأبدان من الأمراض المزعجة والمقلقة، هذه نعم عظيمة، الدنيا كلها تنبني على هذه الأمور.